معاكم طارق غازي أشقر، مواليد يافا، عمري 44 سنة، متزوج وليها ولدان، بشتغل في تجارة وتسويق المنسوجات البيتية. الهيئة الإسلامية تأسست بأواخر سنة 80 وكانت على دوراتها حتى وصلت دورة 13 ودورة 14 اللي قامت عليها ناس شرفاء أحرار وعملت وبنت بنية تحتية قوية غير تقليدية. وإن شاء الله الدورة 15 رح تيجي شباب وأناس من أهالي يافا أحرار اللي يرفعوا البنية التحتية ويعملوا منها مؤسسة ناجحة شامخة بإذن الله. طبعا الهيئة الإسلامية هي مؤسسة منتخبة، ميزاتها إنها منتخبة من أهالي البلد، مع إنه صلاحياتها من ناحية قانونية محدودة، ولكن بدعم من الشارع وبدعم من أهالي البلد. وكل ما كان عندنا نسبة تصويت أعلى راح يكون في عندنا أكثر إنجازات. كل الملفات اللي بالبلد هي ملفات مهمة، إن كان ملف السكن، التربية والتعليم، ملفات المقدسات، إصلاح ذات البين. طبعا كمان مرة بنقول إحنا الهيئة الإسلامية قدراتها محدودة وصلاحياتها القانونية محدودة، ولكن إذا كان في دعم واسع من الشارع راح تتوسع قدرات الهيئة الإسلامية وراح تزيد شعبية الهيئة الإسلامية. فإحنا بننادي عليكم بنقولكم تعالوا صوتوا عشان تزيد شرعية الهيئة الإسلامية. مستقبل الهيئة الإسلامية بتعلق بعدة شغلات، من بعد إن شاء الله توفيق الله وبعد ما تختار أهالي البلد المرشحين التسعة، بدون دعم الشارع ما في إنجاز للهيئة. أنا على يقين إنه الهيئة الإسلامية راح تغير وراح الصعوبات اللي موجودة كملفات هي راح تصغر. واضح إنه هي المؤسسة الوحيدة اللي عندها القدرات وباستطاعها إنها تعمل تغيرات بالبلد والإصلاح. وإحنا اليوم شعارنا إنه بدون الهيئة صعب جدا، صعب جدا إنه إحنا ننجز أي تغيير إن كان. طبعا ملف التربية والتعليم كما إحنا شايفين إنه هو من أهم الملفات. معانا أخوات تنتين اللي هم اختصاصهم تربية وتعليم، وفي معنا كمان شباب اللي هم اختصاصهم تربية وتعليم. ملف التربية والتعليم هو فعلا مهم زيه زي بقية الملفات، ولكن إن شاء الله بإذن الله من الأخوات رح نشوف إن شاء الله الإنجازات المناسبة. يوم الانتخابات يوم 16/3، وسجلوا عندكم يوم 16/3 هو يوم الهيئة، هو يوم يافا، هو يوم إن شاء الله اللي رح تهب فيه نسائم التغيير. من أهم الملفات اللي قايمة عليه الهيئة الإسلامية المنتخبة اللي هو ملف لجنة الأمناء. قرأنا مرحلة طويلة، سنين طويلة، وإحنا إن شاء الله على أخبار سارة قريبا. شعارنا هو شعار الهيئة، معا للخير.